فيجن والباينوكيولار فيجن ما نستطيع النهارده وبكره نعملكم يعني ان شاء الله. فاولا الريتنا خدته مع الدكتور عبد الرحمن اللي فات في الفيجن يعني ولا الدكتور عبد الرحمن اللي بيديكم؟ ايوه خدته فيجن؟ ايوه خدناها. خدنا الفيجن وواصل وعند الريتنا دلوقتي يعني. وطبعا عارفين ان الريسبتورز بتاعت الفوتو ريسبتورز بتاعت العين موجوده اسمهم رودز وكونز. صح كده؟ طيب دلوقتي احنا انا بحب اشرح على الصبور لان ماليش انا في الداتا شو يعني كل واحد ليه فلسفته في الحياه انما انا ماليش في حكايه ان انا يبقى قدامي الكلام مكتوب ويفكرني بان انا اذا كنت انا بقول للطالب يحفظ ازاي انا مش حافظ الموضوع يعني فاهمين انا قصدي ايه؟ مع احترامي لكل اللي بيستعملوا الداتا شو والبروجيكتور وكده يعني. اولا الريتنا الحته الاولانيه اللي احنا هنقولها ما هياش مهمه قوي ولكن لازم نقولها ان الريتنا تتكون من 10 طبقات من بره لجوه اوتر لاير ده اسمه اوتر ليميتنج ممبرين ده اوتر ليميتنج ممبرين اوتر ليميتنج ممبرين وبعدين طبقه البيجمنت بيجمنت لاير لا البيجمنت لاير هي الاول بيجمنت لاير بيجمنت لاير الاول بيجمنت لاير بيجمنت لاير دي خلايا فيها ميلانين اللي هو مش الفوتوسينست بيجمنت الفوتوسينست بيجمنت اللي هي في الريسبتورز النفسيه بتاعت الريتنا يبقى ده البيجمنت لاير دي البيجمنت لاير الميلانين اللي هو اللي بيلوننا ده اللي هو بيدينا اللون الاسمر ده اللون كله عندنا قليل الميلانين ده عندنا قليل في الناس البلوند شقر بيبقى قليل عندهم عندك انت كتير شويه عندك انت الى حد ها؟ ايوه الصوت ايه الميكروفون يعني عشان الميكروفون؟ ايوه هو فين؟ اه هو فوق الطاوله يسار ايوه ما بيشتغلش يا ولاد حد يجي شغال عالي صوت بعديه الفوتو ريسبتور لاير دول الفوتو ريسبتورز والفوتو ريسبتور دي اللي هي فيها الرودز والكونز فوتو ريسبتورز بعديه الاوتر ليميتنج ممبرين طبقه الثالثه وبعدين طبقه النيوكلياي بتاعت الريسبتورز طبقه النيوكلياي بتاعت الريسبتورز يعني دي الريسبتور ودي النيوكليوس بتاعته وطبقه اسمها اوتر نيوكليار لاير والريسبتور بيسينابس مع البايبولار سيلز دي البايبولار سيلز فطبقة السينابس دي اسمها بليكسي فورم لاير اوتر بليكسي فورم لاير بليكسي فورم يعني بليكسس يعني ضفيرة اوتر بليكسي فورم لاير اللي هي السينابس ما بين الريسبتور فوتو ريسبتورز وما بين البايبولار سيلز وبعدين الطبقة دي النيوكلياي بتاعت البايبولار سيلز دي اسمها انر نيوكلياي لير وبعدين البايبولار سيل هتسينابس مع هتسينابس مع ايه؟ هتسينابس مع ايه؟ كتوها هاي يا ابني جانجليون سيلز والاكسونز بتاعت الجانجليون سيلز هيبقى هي الاوبتيك نيرف هيبقى دي السينابس الثاني ده انر
فليكسي فورم لاير لانها سينابس زي دي انر فليكسي فورم لاير، وبعدين الطبقه بتاعت الجانجليون سيلز دي اسمها جانجليون سيل لاير، وبعدين ده الاوبتيك نيرف، اوبتيك نيرف لاير، وبعدين اوتر انر اسف ليميتنج ممبرين 10 طبقات. الطبقه الاولانيه بيجمنت لاير اللي هي ميلانين، يليها الفوتو ريسبتور لاير اللي هي الفوتو ريسبتورز اللي هي رولز والكونز، وبعدين اوتر ليميتنج ممبرين، وبعدين النيوكلياي بتاعت الريسبتورز انر اوتر نيوكليير لاير، وبعدين السينابس ما بين الريسبتور والبايبولر سيلز اوتر بليكسي فورم، سينابس دايما اسمه بليكسي فورم، وبعدين النيوكلياي بتاعت البايبولر سيلز انر نيوكليير لاير، السينابس اللي ما بين الجانجليون سيل وما بين البايبولر سيل انر بليكسي فورم لاير، وبعدين الجانجليون سيل لاير، وبعدين الاكسون بتاعت الجانجليون سيلز دي هتبقى الاوبتيك نيرف، وبعدين اخر طبقه الانر ليميتنج ممبرين. دي طبقات الرجل ما تحفظوهاش، يعني حفظها ما هوش مهم، ده هيستولوجي صح؟ انتوا خدتوا طبعا فيجوال باثوي، الفيجوال هتاخدوه، يعني هو مش معايا، مش معانا في المحاضره دي، ولكن هو بس انا عايز اخلص اللي مطلوب مننا هو الفيجوال باثوي. طيب خدتوا سنسوري مع عبد الرحمن صح؟ وعرفتوا خلصتوا سنسوري ولا ما خلصتوش؟ خلصتوا سنسوري ولا ما خلصتوش؟ الباثويز اوف سنسيشن خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ طيب عرفتوا ان في قاعده ان الباثوي بتاع اي سنسيشن يبدا بريسبتور وبعدين ينتهي بسنتر في الكورتكس او في الثالاموس في الكورتكس، وبينهما اللي وصل كام اوردر نيورون؟ ثلاثه اوردر نيورون. يعني دي السوماتيك سنسيشنز، ده الديزاين بتاع السوماتيك سنسيشنز، تبدا بريسبتور الباث واي، والريسبتور ده يبقى واخد ماسك فيه افلنت ويخش الافلنت على السباينال كورد صح؟ صحيح. وينتهي في الكورتكس بتاع الناحيه الثانيه، وده البرين ستيم اللي هو المضله ده السباينال كورد، والبونس والميد برين ام بي ام برين ستيم كده، والباث واي بيبقى ان في ثلاثه اوردر نيورونز، ثلاثه اوردر نيورونز يعني اوردر دي يعني على التوالي، الفيرست اوردر نيورون اللي هو بيبقى جايب من الريسبتور والسيل بودي بتاعه بيبقى موجود بره السي ان اس اللي هو اسمه دورسال روت جانجليون صح؟ اسمه دورسال روت جانجليون سيلز، دورسال روت جانجليون، والفيرست اوردر نيورون ده ليه طرفين، طرف ده جاي من الريسبتور، وظيفة الريسبتور ايه؟ ان يحول طاقة الاستيمولس إلى نشاط كهربي ديبولاريزيشن صح؟ لا، وبيبقى الأول بارشال ديبولاريزيشن اسمه ريسبتور بوتنشال، وبعد كده يوصل للفايرنج ليفل ويبقى اكشن بوتنشال باي سميشن، والاكشن بوتنشال بس هو اللي بيمشي في النيورون. النيورون الاولاني هيشغل واحد تاني في السباينال كورد يسينابس معاه، التاني ده بقى اول ما يبتدي يعدي الناحيه الثانيه من السباينال كورد كروسنج ويصعد املا ان يصل الى الكورتكس، ولكنه لابد ان يقف في السكرتاريا بتاعت الكورتكس اللي هي ايه؟ الثالاموس. هذه هي الثالاموس. الثالاموس. ويشغل واحد ثالث اللي هو الثيرد اوردر نيورون اللي بينتهي في الكورتكس في السوماتيك سنسوري اريا. يبقى الفيرست اوردر نيورون ثابت بجميع الاحاسيس وهو بره السي ان اس. يعني ده الفرتبرال كولم. ده حدود الفيرتبرال كولن اهو كده اهو مثلا، ده السباينال كولن وده الفيرتبرال كولن اللي بنسود ده، فده موجود السيل بودي بتاعه بره سي ان اس وهو ثابت لكل الاحاسيس، والثالث دائما ثابت لكل الاحاسيس لانه في الثالاموس في تجمع خلايا عصبيه خارج السي ان اس اسمه جانجليون، اما تجمعها داخل السي ان اس يبقى اسمه نيوكلياي. كويسين ما شاء الله.
بتاع السوماتيك سنسيشنز كان النيوكليس دي اسمها بي في ان تي بوسترو فنترال نيوكليس اوف ثالامس او بوستيريور كومبلكس اوف ذا ثالامس، لان هو البي في ان تي والبي ان والبوستيريور نيوكليار. والنهايه في السيريبرال كورتكس في السوماتيك سنسوري اريا نمره 1 ونمره 2 وهكذا. فالاول في كل الاحاسيس، كل الاحاسيس كل السوماتيك سنسيشن ثابت وهو دي ار جي، والثالث ثابت وهو في الثالامس. الثاني بقى متغير من احساس لاخر، ولكن فيه شيء ثابت وهو الايه؟ الكروسنج، يعدي الناحيه الثانيه لازم، لان نصف الاحاسيس التي يستقبلها النصف الايمن، الاحاسيس التي يستقبلها النصف الايمن من الجسم تستقبل في الكورتكس الشمال والعكس صحيح. فالثاني ده بقى السكند اوردر نيورون متغير وفيه شيء ثابت وهو الكروسنج، انه يعدي الناحيه الثانيه. لا بيختلف موقعا واسما من احساس لاخر. خدتوا الكلام ده في التشريح صح؟ في الانابل ده القاعده بتاع السوماتيك سنسيشنز. الفيجن هي برضه سنسيشن، فهي القاعده هي هي. فالباث واي اوف فيجن، الفيجوال باث واي، ادي الريسبتورز اللي هي الرودز او الكونز، والرود او الكون ده بيبقى متوصل بفيرست اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون اسمه باي بولر سيل، ما هو دايما الاحساس اول نيورون بيبقى باي بولر، اهو فرده من الاكسون جايبه من الريسبتور والفرده الثانيه داخله الى السي ان اس. ده اسمه بريفرال برانش وده اسمه سنترال برانش. بريفرال برانش جاي من الريسبتور والسنترال داخل الى سي ان اس، ده فيرست اوردر نيورون دايما. فدول اسمهم باي بولر سيلز. دي اسمها باي بولر برضه بس اسمها سودو باي بولر، لان دي تو اكسونز هنا في الفيجن، وده كان اكسون واحد واتقسم لاثنين، يبقى دي اسمها سودو باي بولر، ولكن ايا منهما يعتبر باي بولر. كويس. النيورون بقى الثاني الاولاني ده هيشغل واحد ثاني، الثاني ده اسمه جانجليون سيل. يبقى الفيرست اوردر نيورون في الفيجن في الفيجوال باث واي اسمه باي بولر سيل، ويشغل السكند اوردر نيورون ايه؟ جانجليون سيل، اسمها جانجليون سيل، اسم سليم جانجليون سيل. الاكسون بقى بتاع الجانجليون سيل دي الريسبتورز، ده الرودز والكونز. الاكسون بقى بتاع السكند اوردر نيورون ده هو اللي يعمل الفيجوال باث واي. فالفيجوال باث واي هو كان هذه العين اليمنى، مش المفروض ان انا اقول لكم الكلام ده دلوقتي خالص، بس انا هقوله لكم عشان انتوا عيال كويسين شطار. دي العين هي دي، والعين بتاع الناحيه الثانيه دي الريتنا بتاع هنا، ودي الريتنا بتاع دي. فالاكسونز بتاعت الجانجليون سيلز ده ايه؟ دي هتعمل لي الفيجوال باثوي الذي هو اولا اوبتيك تراك، اسف اوبتيك نيرف، النيرف الناحيه دي اوبتيك نيرف الناحيه دي، وبعدين الفايبرز اللي هنا دي اسمهم تمبورال، واللي هنا دي اسمهم ايه؟ التمبورال فايبرز يكملوا على نفس الناحيه، التمبورال فايبرز من ناحيتين تكمل على نفس الناحيه، اما الليزر فايبرز فبتكريس كروس يعني بيتقاطعوا مع بعض، وبتوع الناحيه دي يجوا الناحيه دي واصحابه اللي جايين عشان ينتهوا. ده السكند اوردر نيورون صح؟ انتهي فين السكند اوردر نيورون؟ ثالامس طبعا، السكرتاريا بتاعت المخ، السكرتاريا بتاعت الكورتكس الثالامس دي. الحته دي اسمها الثالامس نيوكليس اسمها لاترال جينيكيولار بودي، لاترال جينيكيولار بودي. الاكسونز بتاعته تمشي لحد ما تروح الى الكورتكس، الفيجوال كورتكس، ادي الفيجوال كورتكس، ادي الاكسونز. This is the visual pathway. تعالوا بقى، هو الفيجوال باثوي عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسونز بتاعت الجانجليون سيلز دي اللي هي سكند اوردر نيورون. هتعمل لك ايه بقى؟ واحد اوبتيك نيرف، ده اوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف مكون من تمبورال فايبرز
ونيزل فايبرز يعني لاترال وميديان فايبرز. الميديان فايبرز النيزل فايبرز كريس كروس ويبقى اسمهم اوبتيك كايزما. اوبتيك كايزما اوبتيك كايزما. وبعدين التمبورال بتوع الناحيه دي مع النيزل بتوع الناحيه الثانيه يبقى اسمهم اوبتيك تراكت. يقفوا ينتهوا فين؟ في الثالامس. فين؟ لاترال جينيكيوليت بودي. الاكسونز بتاع اللاترال جينيكيوليت اللي راح على الكورتكس بقى هيبقى اسمها اوبتيك راديشن لانها عامله زي اشعه الشمس بتتفرع يعني خارجه من حته ضيقه وبتنتهي في حته واسعه هتبقى عامله زي اشعه الشمس. اشعه الشمس كده يبقى اسمها اوبتيك راديشن. ينتهي فين؟ في الفيجوال كورتكس. الفيجوال كورتكس. الفيجوال كورتكس فيها تو ارياز برايمري فيجوال اريا وسكندري فيجوال اريا. البرايمري فيجوال اريا هي اريا 17 السكندري 18 و19 برايمري فيجوال اريا سيز ترى السكندري تفهم معنى ما ترى. دايما البرايمري كده برايمري والسكندري كده. البرايمري اريا تريسيف السنسيشن والسكندري اريا اسمها اسوشيشن اريا او سكندري اريا تو اندرستاند ايه معنى السنسيشن. يعني انت بتقرا كلام في كلام قدامك يتفهم معناه بالاسوشيشن اريا دي. يعني لو باظت الاسوشيشن اريا دي الواحد يشوف ولا يفهم معنى ما رآه. اسمها فيجوال اجنوزيا. اسمها ايه بقى؟ فيجوال اجنوزيا. اتي اول الكلمه يعني نو جنوزيا يعني معرفه. يعني لما يبقى الواحد يرى يشوف الكلام مكتوب بس مش عارف معناه دي اسمها فيجوال اجنوزيا. يعني عدم معرفه نتيجه لضمان. ده الفيجوال باثوي. على فكره كل السنسيشنز ينطبق عليها الثلاثه اوردر نيورونز دي بالتحديد اللي هم الثلاثه دول. ده دي قاعده ده في السنس ودي ده الاولاني ثابت وهو بره سي ان اس واسمه دي ار جي فيجوال سنسيشن والثالث ثابت وهو في الثالامس. الثاني متغير وفيه شيء ثابت وهو الكروسنج. صح؟ نفس الحكايه في الفيجوال باثوي. طب الكروسنج فين في الثاني؟ مش ده الاكسون بتاع الثاني؟ مش ده كل الفيجوال باثوي ده الاكسون بتاع السكند اوردر نيورون اللي هو الجانجليون سيل دي 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 السكند اوردر اللي هو كروسنج نزل فايبرز بتكريس كروس ويبقى اسمهم اوبتيك كايزما. صح؟ حلو. دايما الوقفه الثاني هيشغل الثالث في الثالامس. تلاقي بقى في ترتيب الوجه انا قلت ايه؟ كل الاحاسيس ثلاثه اوردر نيورونز في استثنائين واحد طويل قوي واحد قصير قوي. الطويل قوي الاوديتوري خمسة بتاع الهيري بتاع السمع. القصير قوي بتاع النيزل الاولفاكشن الشم اثنين. تمام؟ القاعدة دائما ان الثلاثة سيبنا من الاستثناءات دي. احنا دلوقتي في الفيجن، الفيجن ده زي السوماتيك سنسيشن. الكروسنج فين في الثاني؟ اوبتيك كايزما. الفيرست اوردر نيورو فين؟ موجود فين؟ بره سي ان اس. ما هي دي بره سي ان اس دي في الجانجليون. دي اسف في الريتنا. الباي بولر وكمان السكند اوردر نيورو استثناء بره سي ان اس اللي هو الجانجليون سيل دي. ما دي المفروض تبقى جوه سي ان اس. السكند اوردر نيورو اهو جوه سي ان اس اهو. هنا لا بره برضه دي في الريتنا. الاكسون بقى بتاع الجانجليون سيل هو اللي بيعمل الفيجوال كافي اوبتيك نيرف. احفظهم بقى كده اوبتيك نيرف كايزما تراكت يقفوا فين؟ في الثالامس. فين؟ في اللاترال جينيكال بودي. الهيرنج بيقف في الثالامس في الميديال جينيكال بودي. قبل ما تاخدوا الهيرنج بقى بسنه اهو قبل الهيرنج بسنه. ترتيب العين في الوش والودن العين ميديال والودن لاترال. الترتيب في الثالامس العكس. الفيجوال باثوي بيقف في اللاترال جينيكال بودي والايديتري باثوي بيقف فين؟ في الميديال جينيكال بودي. خليكم فاكرينها دي عشان دي حاجات من الحاجات اللي بتخلي الواحد ما ينساش. فاهمين؟ ده الفيجوال باثوي. نرجع تاني للريتنا. الريتنا فيها نوعين اثنين من الريسبتورز رودز والكودز.
الرولز والكونز. اولا عايزين نقول كلمتين على البيجمنت لاير قبل ما نخش في تفاصيل الريتن. اولا البيجمنت لاير دي فيها ميلانين، صبغه العاديه دي، مش صبغه الحساسه، مش الفوتو بيجمنت، مش صبغه الحساسه للضوء، لا لا لا، دي زي الصبغه اللي في الجلد ماشي. وظيفتها ايه؟ وظيفه الميلانين ده انه الضوء مش كله بتمتصه الفوتو ريسبتورز، ففي شويه منه بتمتصهم البيجمنت لاير دي عشان تمنع الريفلكشن اوف لايت، لان الريفلكشن اوف لايت ده جوه الريتنا يخلي بليرنج اوف فيجن، يخلي الرؤيه مش دقيقه. فدي وظيفه البيجمنت لاير في الريتنا، وهي ايضا تحتوي بتختزن فيتامين ايه. ده سؤال ام سي كيو. وفيتامين ايه اساسي علشان تصنيع الفوتو سينستيف بيجمنتس اللي في الريسبتورز، اللي هما الرودوبسين والايودوبسين. وايضا هذه البيجمنت لاير، ودي وظيفه مش مهمه قوي انك تعرفها، بتعمل فاجوسايتوزيس للدبرز. اي فتافيت تبقى واقعه ولا ضايعه ولا هنا ولا هناك تعملها فاجوسايتوزيس. يهمني قوي انها ستورج اوف فيتامين اي، تخزن فيتامين اي. ويهمني ايضا انها ميلانين، ووظيفه الميلانين ده انه بيمتص الاشعه اللي ما امتصتش بالفوتو ريسبتورز عشان يمنع السكاترينج اوف لايت، عشان يمنع البليرنج اوف فيجن اللي هو عدم وضوح الرؤيه. ده البيجمنت لاير، تمام. فيتامين اي لو نقص، فيتامين اي ده يعمل نايت بلايندنس، عمى لعشاء ليلي، نايت بلايندنس، يعمل ديجنريشن للكونز، للفوتو ريسبتورز اللي اسمها الكونز، ويعمل ديجنريشن للريتنا بصفه عامه، ديجنريشن للريتنا. فيتامين اي، فيتامين اي از نيدد علشان تصنيع الريتينال. الريتينال ده جزء من الفوتو سينستيف بيجمنت. طيب الرودز والكونز، الرودز والكونز ناخدهم في صوره جدول. ادي الرودز ودي الكونز اللي هو نوعي الريسبتورز اللي موجودين. الاول اول حاجه احنا هنقول، اولا هنقسم ال بتاع الريتنا الى فوفيا واكسترا فوفيا. الفوبيا اللي هي النقطة اللي فيها كونز بس، اللي هي النقطة الحساسة. انا لما ابص، انا ببص كده عايز ابص على اخونا، اسمك ايه؟ عبده. عايز ابص على عبده، بوجه عيني عليه عشان اجيب صورته على الفوبيا. عايز ابص على فلان، بجيب عيني عليه عشان اجيب صورته على الفوبيا. انا شايفهم هما الاثنين، بس عايز اركز في ده، ادقق في ده، اجيب الصورة على الفوبيا اللي هي النقطة الحساسة في العين، عارفينها طبعا. اسمها فوبيا او اسمها ماكولا، فوبيا سنتراليس او ماكولا. طيب يبقى الفرق ما بين الفوبيا والاكسترا فوبيا، الاكسترا فوبيا جدول. دي فيها كونز اون، دي فيها رودز اند كونز. يعني ادي مثلا دي منطقه الفوبيا اهي، فيها كونز بس. بعد كده تظهر الرودز بقى، كل ما تطلع لبره الرودز تبقى كتيره، كل ما تطلع لبره في الريتنا في الاكسترا فوبيا تبقى الرودز كتيره، والبريفرال ريتنا فيها رودز بس ما فيهاش كونز، يبقى الكونز مركزه هنا في السنتر ده، تمام. دي في السنتر. دي في البريفر بره. دي فيها 6 مليون كونز. اللي فوق ده عكس، يعني الفوبيا فيها كونز اونلي. 6 مليون كونز.
كور دي فيها 120 مليون رد. النيرف كونكشن كل واحد كون يشغل واحد باي بولار سيل يشغل واحد جانجليون سيل. كل 200 رد يشغلوا عدد من الباي بولار سيلز، يعني دول هيشغلوا عدد من الباي بولار سيلز، والباي بولار سيلز دي هتتجمع وتشغل لك 1 جانجليون سيل. يبقى هنا النسبة الكون للجانجليون سيل واحد إلى واحد. واحد كون كل واحد كون بيشغل واحد جانجليون سيل. أما هنا 200 رد يشغلوا واحد جانجليون سيل. التغذية النارشمنت، التغذية هنا دي أفاسكولار بتبقى سبلايد بالكورويد بلكسس، كورويد كابيلاريز، هي نفسها ما عليها ما فيهاش كابيلاريز، دي فاسكولار بتبقى سبلايد بالكورويد والريتينال فيسلز. طيب الفيجوال اكيوتي حدة البصر، دول اكيوت دول لا لس اكيوت. ليه؟ لان كل واحد كون متوصل بواحد الباي بولر لواحد الجانجليون سيل يكتبين في النهايه وان كورتيكال نيور، صح؟ انما التانيين لا. السينستيفيتي سينستيفيتي تو لايت، الحساسية للضوء، مين مور سينستيف؟ الرودز ولا الكونز؟ الرودز. الرودز طبعاً مور سينستيف، ليس سينستيف. ده سؤال ام سي كيو وبتتلخبطوا فيه كلكم أو معظمكم. مين في مين اللي مور سينستيف للضوء؟ الرودز ولا الكونز؟ دايماً العيال بتقول الكونز، لا هي الرودز طبعاً. ليه بقى؟ لأن الرودز فيها ظاهرة الكونفيرجنس، كل مجموعة رودز يشغلوا لي 1 باي بولر يعني يتجمعوا على 1 باي بولر، وبعدين كل كذا باي بولر يتجمعوا كونفيرجنس. فاكرين الكونفيرجنس؟ عشان ظاهرة الكونفيرجنس دي كونفيرجنس. لا الحيان هنا كونفيرجنس، هنا نو كونفيرجنس، كونفيرجنس هنا نو كونفيرجنس. صح انا اسف معلش لس ومور صح. الكالر فيجن، الكالر فيجن مسؤول عنها الكونز، الكونز هي المسؤولة عن الكالر فيجن. ليه؟ لان في ثلاث انواع من الكونز، 3 تايبس من الكونز. واحد حساس للضوء الاخضر الجرين، واحد حساس للبلو، واحد حساس للريد. دي وان تايب، الرودز نوع واحد مش انواع. فمين المسؤول عن الكالر فيجن؟ الكونز. طيب دول كام نقطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 فاضل نقطه كمان، هي ايه النقطه دي؟ الفيجن. لا الجدول بس 8 ايوه التلفزيون صح. مين قال فيجن؟ دي مسؤوله عن الرؤيه النهاريه فوتوبيك. فيجن فوتوبيك دي مسؤوله عن الرؤيه الليليه او في العتمه، سكوتوبيك فيجن. على فكره كلمه سكوتوما يعني عتانه باللاتيني، يعني لما بروح فيها في حد عارفين السحابه اللي بتيجي على العين في القرنيه اللي هو سحابه يعني جزء ابيض مش شفاف في القرنيه اسمها سحابه بالبلدي كده صح ولا انتوا مش عارفين الحكايه دي؟ اسمها سكوتوما.
ان حته من القرنيه يبقى بيضه، يعني ما هياش شفافه، بيضاء اللون مش شفافه، دي اسمها سكوتوما. اي حاجه عتمه يبقى اسمها سكوتوما. فسكوتوبيك فيجن تعني دم فيجن، يعني الرؤيه الليليه. ده بفرض ان احنا لسه بقى في ما كانش في اختراعات كهرباء ولا بتاع ولا الضوء ولا كلام من ده، لا لا يعني زمان قوي بقى ايام الانسان الاولاني بتاع الغابه ده، النهار فيه شمس، الليل ما فيش، في قمر، وده القمر ده ديم لايت، الشمس برايت لايت. الجدول ده لازم يتحفظ. طب ما تيجوا نحفظه مع بعض. السي تمسكها لي هنا بقى، السي كونز هنا رودز، ده في السنتر، ده في البريفر. دي بتتغذى بالكورويد بلكسس بس، دي بتتغذى بالكورويد والريتنا. الكالر فيجن دي المسؤوله عنه. الفيجوال اكيوتي، اكيوت اكيوتي سي، يبقى السيهات. تفتكر الكونز لانها بتاعت الكالر فيجن، بتاع الفيجوال اكيوتي، ها؟ وفي السنتر والكورويد بلكسس، مش مهم حكايه الكورويد بلكسس دي، يعني انا بقولها بس لانها موجوده كاتبها لكم في النوتس. اوكي طيب، بعد ذلك ننطلق الى انواع. قبل ما نقول انواع بقى الدوكريسكي ثيوري، عايزين نشوف بقى الفوتو ريسبتورز دول، الكونز او الرودز دول، ايه الفوتو سينست بيجمنت دي. يعني اولا احنا عندنا صبغتين، اللي في الرودز اسمها رودوبسن، رو دوب سن، وفي الكونز اسمها ايودوبسن مش كونوبسن، ايودوب سن. دي في الرودز ودي في الكونز، دي بتاعت الرودز دي بتاعت الكونز. خلي بالك اللي في الرودز اسمها رودوبسن، والتانية ما اسمهاش كونوبسن، اسمها ايودوبسن. مع ان انا والله عندنا في جامعة القاهرة مرة حد في اسم البايوكيمستري قال ان الصبغة اسمها كونوبسن، مفيش حاجة اسمها كونوبسن. كونوبسن دي، حتى كونوبسن دي كلمة وحشة، ما علينا. رودوبسن وايودوبسن تتكون من ايه؟ من حاجه من فيتامين ايه اسمها 11 سيز ريتينال، عارفينه ده ولا مش عارفينه؟ فيتامين ايه؟ 11 سيز ريتينال ده فيتامين ايه؟ ومعاه بروتين، البروتين اللي هنا اسمه سكوتوبسن، سكوتوبسن، لانه ده بتاع السكوتوبيك فيجن. 11 سيز ريتينال ومعاه ايه؟ هاي يا ابني 11 سيز ريتينال ومعاه ماسك فيه فوتوبسن، فوتوبسن البروتين اللي ماسك فيه اسمه فوتوبسن. ده مسؤول عن السكوتوبيك فيجن، سكوتوبيك فيجن الرؤيه في العتمه اللي هي مجازا الرؤيه الليليه. ما هو العشاء الليلي اللي هو اللايت بلايندنس ده عدم الرؤيه في العتمه، العتمه يعني الضوء قليل، كون انها تقترن بالليل ما تقترنش بالليل ده موضوع زمان ايام الانسان البدائي. احنا دلوقتي عندنا الليل زي النهار، يعني بقى عندنا كهرباء واضاءه ولمبات وبتاع بتخلي لك الليل زي النهار، صح الكلام؟ يبقى ديم فيجن ادق من 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 نايت فيجن، ادق. ديم يعني ضوء خافت زي ضوء القمر، انما في العتمه الليل ما فيش خالص حاجه، نور خالص، ما انتش هتشوف اي حاجه. لو ما فيش قمر ما انتش هتشوف اي حاجه، صح؟ ولذلك انا كنت زمان غاوي بقى ان انا وانا قدكم او اكبر شويه يعني، لا وانا بعد ما اتخرجت مثلا وانا عندي 27 سنه ولا حاجه، كنت احب اسافر بالليل بالعربيه، بقى اسافر جوه مصر يعني،
اروح اسكندريه، اروح الساحل الشمالي بتاع بالليل، عشان الليل بيبقى طراوه و... ها زائد ان مفيش رادار بالليل. ساهر ده ساهر. احنا عندنا ساهر طبعا، بس ما هو ما اسموش ساهر، عندنا ما بيشتغلش بالليل، عندنا ما بيشتغلش بالليل. اسرح بقى يلا، يعني 170 180 عادي. انا بالنهار ده اتعدي ال 100 على طريق الصحراوي مصر اسكندريه ده، اشتري القطك الرادار على طول، يوقف يوقفوك على طول بعديها، بعدها ب 3 4 كيلو متر كده، مش زيكم هنا في السعوديه تجي لك على الاقامه والكلام اللي هنا، الكلام اللي هنا متطور قوي ومتقدم جدا. احنا عندنا بقى يقوم موقفه في لجنه، وتقف في اللجنه وتدفع غرامه فوريه ويسحبوا يسحبوا الرخص طبعا، وبعدين تدفع انت بقى الغرامه في لما ترجع بقى من السفر وبتاع، ومشكله. كنت انا بعمل ايه بقى؟ اكلم حد على الموبايل، حد ما انا ظبطت صحابي كتير قوي قوي، وادي له التليفون وخلاص يمشي يلا بلا كلام. اسمه توبك فيجن، فوق توبك فيجن، ماشي. دي الرز والكوز، تعالوا بقى نشوف ايه القصه، قصه ازاي. احنا قلنا ان اين انتوا خدتوا ريسبت بوتيشن مع عبد الرحمن طبعا، صح؟ دكتور عبد الرحمن صح؟ كان فيها 10 او 12 نقطة في الريسبتور بوتنشال. واحد it is acetyl partial depolarization صح؟ due to sodium، دخول الصوديوم مظبوط؟ عشان هو partial يبقى في أربع جمل لازم تتقال بعدها على طول. can be graded يعني does not obey all or none. can be summated لأن ما معهوش absolute refractory period صح؟ فاكرين الكلام ده؟ ما عدا كل الديبولاريزيشنز اللي في الدنيا جسم الانسان، كل اسيد الاستيميوليشن هو ديبولاريزيشن، كل ريسبتور بوتنشال هو ديبولاريزيشن في اي ريسبتور ما عدا في العين. العين لا، فوتو ريسبتورز انها تبقى استيميوليتد يعني تعمل هايبر بولاريزيشن. ده كان الاستثناء وانتوا خدتوه برضه ساعتها. قال لكم عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن قال لكم انه كل الريسبتورز اللي في الدنيا تبقى ستيميوليتد لما تبقى ديبولارايز، ما عدا الفيجوال ريسبتورز لما تبقى هايبر. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الفوتو ريسبتورز بالظبط، سواء الرز او الكونز، ما هي يعني. بيحصل اربع حاجات او اربع خطوات، مش مهم العناوين بتاعتها، المهم نكتبه فاهمين. اولا لما يسقط الضوء على العين على الريسبتورز دي، يؤدي الى تنشيط ده الضوء، يؤدي الى تنشيط الرودوبسين من inactive رودوبسين الى active رودوبسين اكتف رودوبسين. ايه هو رودوبسين يا دكتور؟ رودوبسين فين يا عم؟ فين؟ رودوبسين اهو، ده اللي هو 11 سيز وماسك في سكوتوبسين او فوتوبسين صح؟ يحصل ايه؟ يحصل ان لما الضوء يسقط يحول لك ال 11 سيز الى اول ترانس ريتينال. ده بالضوء، ده اللايت يعمل كده. الفوتون اللايت هو انتوا عارفين طبعا اللايت مكون من جزيئات اسمها فوتونز، فوتون وحده ال يقوم الاول ترانس ده يتفك، ينفك من البروتين، من ال اوبسم بروتين، وما ينفعش يتحد معاه تاني. اللي يرجع لك الاول ترانس الى 11 سيز الدارك الضم، لان في انزيم اسمه ايزوميريز، انزيم بيرجع الايزومر ده للايزومر ده، ايزو ميريز انزيم.
الايزوميريز انزيم. الايزوميريز انزيم ده ليه اسم، اسمه ميتا مش وان ميتا رودوكسين. مش هم المهم سواء ايزوميريز وخلاص. يبقى لما يسقط الضوء على الفوتوسينثيف بيجمنت سواء اللي في الرودز او في الكودز، هناخد اكزامبل هنا اللي هو اللي في الرودز الرودوكس، يحول ال 11 سيز الى اول ترانس وينفصل عن البروتين وما يرجعش يتحد معاه تاني، وده يبقى اسمه اكتف رودوكسين. الاكتف رودوكسين ده بقى هيحول لك الاكتف ترانسلوسين، اكتف ترانسلوسين في الممبرين الى اكتف في الممبرين بتاع الريسبتور الى اكتف ترانسلوسين. الاكتف ترانسلوسين ده هينشط لك، هينشط الاكتف ترانسلوسين ده هينشط ايه؟ هينشط الفوسفو الان اكتف الى اكتف فوسفو داي فوسفو داي استيريز الى اكتف فوسفو داي استيريز. الاكتف فوسفو داي استيريز ده بقى هيفك لك السايكليك جي ام بي الى جي ام بي مفروض. عارفين سايكليك جي ام بي؟ زي سايكليك ام بي كده. سايكليك ام بي يعني سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، صح؟ ادي الادينوزين مونوفوسفيت اهو اهو اهو، ادي الادينوزين مونوفوسفيت، ادي ادينين وماسك فيه ماسك فيه رايبوز، والرايبوز ماسك فيه واحدة بي، ده أدينين وده سكر خماسي رايبوز وماسك فيه واحدة فوسفيت، ده اسمه AMP. بس مش ده السايكليك AMP، السايكليك AMP يعني تعيد ربط الفوسفاتاية بالرايبوز بحلقة فيها وسطها أكسجين كده، ده اسمه سايكليك AMP. سايكليك AMP سايكليك أدينين فوسفيت. الـ AMP المفروض اللي ما فيهوش حلقة اللي ما هوش سايكليك ده محفظة فاضية، محفظة فاضية من مستنية يتعبى فيها طاقة وتحط فيها كمان فوسفاتاية 12000 كالوري وفوسفاتاية بقى ADP وكمان 12000 فوسفاتاية بقى ATP، صح؟ إنما السايكليك AMP ده عفريت جوه الخلية، عفريت ينشط إنزيمات وينهبت إنزيمات، عفريت عفريت السايكليك AMP زيه بالظبط بقى أو عكسه الجي ام بي ده، لأن الجوانزين جوانزين مونوفوسفيت لما يبقى مفروض ما يبقالوش عمل، انما لما يبقى سايكليك يبقى ليه شغل زيه زي عكس السايكليك ام بي، هو ليه نشاط، النشاط بتاعه عكس النشاط بتاع السايكليك ام بي بالظبط. طب ما تيجوا نشوف، هذا هو الفوتو ريسبتور. فوتو ريسبتور بيبقى مكون من اوتر سيجمنت وانر سيجمنت، هو مكون من اربع اجزاء فوتو ريسبتور، اوتر سيجمنت وانر سيجمنت ونيوكليوس وسينابتيك بودي، بس انا يهمني فيه الاوتر والانر سيجمنت. الاوتر سيجمنت دي ودي الانر سيجمنت، دي فيها صوديوم بام، صوديوم بام، ودي فيها صوديوم شانل، شانل صوديوم شانل. الصوديوم موجود جوه الخليه اكتر ولا بره الخليه؟ بره طبعا. يبقى دي طول ما هي مفتوحه بتدخل لك صوديوم الى داخل الريسبتور، ده صوديوم، يدخل الصوديوم ده ويطرد بره بالجزمه، الجزمه دي اللي هي صوديوم بامب تطلعه بره، صوديوم بامب دي، صوديوم بامب
يعني الصوديوم داخل من التشانل وخارج بالجزمة بالبامب. ده أثناء الدارك. التشانل دي طبعا البامب بامب عايز اي تي بي طبعا ملناش دعوة. التشانل ده هي بقى بتاع الصوديوم دي اللي في الاوتر سيجمنت دي مفتوحة بالسايكليك جي ام بي. لو نقص السايكليك جي ام بي تتقفل. لما تتقفل يحصل ايه؟ يحصل ان البامب شغاله فتطلع لك صوديوم كتير بره، يتراكم الصوديوم على السطح الخارجي يعمل هايبر بولاريزيشن يعني يبقى ستيميوليتد. هايبر بولاريزيشن يعني بقى ستيميوليتد. هو ده اللي بيحصل. لا لا الضوء سقط اهو. هنا بقى في فوتون، هنا فوتون اهو ضوء، يعني فوتون ضوء يحولك الانكتيف رودوبسن الى اكتيف رودوبسن اللي هو كان ايه؟ كان 11 سيسي يتحول الى اول وينفك من البروتين صح؟ هذا بقى الاكتيف رودوبسن يحول لك الاكتيف ترانسدوسن، ده حاجه في الممبرين، بروتين في الممبرين، الاكتيف ترانسدوسن. الاكتيف ترانسدوسن يحول ايه؟ الانكتيف فوسفودايستريز اللي بيكسر فوسفودايستريز ده. بص 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 بقى هنا 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 تعالى هنا الرابطه دي عايز تكسرها، تكسرها بفوسفودايستريز لانها دبل دايستيريز، لان دي دايستر بوند مربطه الفوسفيت بالموركيول برابطتين اثنين بداي بداي اثنين اهم. اللي كسرها يبقى فوسفو فوسفو دايستريز، وهو برضه ده اللي بيكسر السايكل ام بي الى ام بي عادي مفروض صح؟ اللي يعملها يبقى كاينيز. كاينيز اللي يعمل فوسفوريليشن يبقى كاينيز. يبقى دي بتتكسر بفوسفو دايستريز وبترجع تتعمل بكاينيز انزايم. بس الاكتيف فوسفودايستريز، الاكتيف فوسفودايستريز يكسر السايكل جي ام بي الى جي ام بي يقوم يقل السايكل جي ام بي، يقوم تتقفل كروجر اوف صوديوم شانلز ويستمر البامب تستمر الصوديوم بامب تستمر، فيقوم يحصل هايبر بولاريزيشن. يبقى حصل استيميليشن كده. هذه الهايبر بولاريزيشن تقلل الكيميكال ترانسميتر اللي بيفرز من الكونز. ده كون، ده كون الكيميكال ترانسميتر. الكون ده بيفرز جلوتاميت، ماده اسمها جلوتاميت تسمعوا عنها طبعا، خدتوها في البلاستيسيتي، خدتوا بلاستيسيتي في السنسوري اللونج تيرم والشورت تيرم بلاستيسيتي، كان الجلوتاميت فيها. فاكرين الجلوتاميت ولا ما خدتوش؟ ده كيميكال ترانسميتر. الجلوتاميت ده كيميكال ترانسميتر زي وزي النور ادرينالين، زي وزي الاستايكولين، زي وزي زي. بس هو المشكله في الجلوتاميت ده انه ليه ثلاث انواع من الريسبتورز، مش هقولها لكم هنا دلوقتي لانها ما بتتقالش هنا، بتتقال في الميموري، بتتقال في الحته بتاعت البلاستيسيتي بتاعت السينابت ترانسميشن. فالجلوتاميت ده يقل، شوف 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 ايه هايبربرزيشن، يقل الافراز بتاعه، يقل يديكريز الجلوتاميت ده. طب هو الجلوتاميت ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل دي باي بولار سيل. ودي باي بولار سيل. يا دكتور انت بترسم ليه اثنين؟ عشان يا ابني انا عايز اقول لك حاجه، انه في نوعين اثنين من الباي بولار سيل. النوع الاولاني اسمه ده الفيلد ريسبتور فيلد بتاعت الريسبتور فيلد بتاع الباي بولار سيل. يعني ايه ريسبتور فيلد؟ يعني دلوقتي انت دلوقتي بتستيميليت واحد كون مثلا بنقطه ضوء صح؟ يبقى الفيلد بتاعه ايه؟ اللي هي النقطه اللي انت شايفها دي او الدايره اللي انت شايفها ريسبتور في ريسبتور يعني ريسبتور فيلد يعني مجال الرؤيه اللي هو بيشوفه ريسبتور. فكل باي بولار سيل
ليها ريسبت فيلد، يعني هي بتشتغل لها بكون ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة. فالريسبت فيلد بتاعها بينقسم إلى السنتر بتاعه، السنتر بتاع يعني ده أنا شايف الباي بولر سيل دي شايفها من العالم الخارجي دايرة، الدايرة دي ليها سنتر وليها سراوند حوالين، صح؟ ففي نوعين اتنين بقى من الباي بولر سيل، نوع اسمه اون سنتر اوف سراوند، ده السنتر بتاع الريسبتيف فيلد، ده السراوند بتاعه، صح؟ مظبوط؟ تعمل ده ولا مش فاهمينه؟ يعني كل باي بولر سيل بتنشط لما ترى جزء من العالم الخارجي، الجزء من العالم الخارجي ده اسمه الريسبتيف فيلد بتاع الباي بولر سيل ده اهي، صح؟ ففي نوعين اتنين من الباي بولر، النوع الاولاني سن اون سنتر اوف سراوند، لما الضوء يقع على السنتر، يقع في السنتر بتاع الفيلد ده تبقى ستيميوليتد، لو وقع في البريفرال في الفيلد في الفيلد سراوند يعني تبقى انهبيتد. النوع الثاني العكس، النوع الثاني اوف سنتر اون سراوند، يعني لما الضوء يقع على السنتر بتاع السنتر فيلد ده يبقى انهبيتد، تبقى انهبيتد، ولما يقع على سراوند تبقى سيب نوعين ضد بعض عكس بعض تماما يعني. فتعال بقى نشوف الجلوتاميت ده هيعمل ايه. هيجي على دي سنتر اون، دي اون سنتر، النوع الاولاني ده اون سنتر اوف سراوند طبعا، النوع الثاني اوف سنتر، صح؟ ماشي كده؟ هيعمل انهبيشن لده اهي، الجلوتاميت ده هيعمل انهبيشن للاون سنتر ويعمل ستيميوليشن للاوف سنتر. انهبيشن يعني ايه؟ احنا دلوقتي مش في ريسبتورز، احنا في نيورونز، يبقى ستيميوليشن يعني دي بولاريزيشن، وانهبيشن يعني هايبر بولاريزيشن. احنا عدينا مرحله الريسبتورز كان الاستيميوليشن فيها هو هايبر بولاريزيشن، ده في الكونز والرودز نفسهم، انما دلوقتي في نيورون باي بولار سيل ده نيورون، يعني يعمل دي بولاريزيشن، لا يعمل هايبر في الاولانيه دي، ودي يعمل دي، يعمل هايبر ازاي؟ يقفل الصوديوم او يفتح البوتاسيوم شان، ده الاولاني. اما الثاني اللي بيعمل ستيميوليشن يفتح يقفل الصوديوم او يفتح البوتاسيوم، هنا يفتح الصوديوم شانلز، ده الجلوتاميت. يبقى انا لما اوقع ضوء هيقل الجلوتاميت ريليز، فدي هتتحرر من الانهبيشن، مش هيك الجلوتاميت يعمل لها انهبيشن، فهتتحرر يعني تبقى ستيميوليتد اللي هي الاون سنتر، يعني تشوف. اما في كيميكا ترانسميتور تاني يفرز في الريتنا، احنا قلنا الجلوتاميت ده واحد، الجلوتاميت ده اثنين، الجابا، جابا لمن لا يعرف اشهر اثنين انهبيتوري كيميكال ترانسميتورز في السي ان اس هما ايه؟ الجابا والجلايسين. مش في لما يبقى في بنت اسمها جيهان بتدلعها نقول لها ايه؟ جيجي، بيبقى اشهر تو كيميكال ترانسميتورز هي جيهان، جيجي اشهر اثنين انهبيتوري كيميكال ترانسميتورز، يعني يعملوا هايبر بولاريزيشن، جيجي جابا وجلايسين. جابا ده اللي هو جمع منه جلوتاميك اسيد، الجابا ده بيفرز بواسطه خلايا اسمها هوريزونتال سيل في الريتنا، ما ذكرتهاش انا قبل كده. هو في هوريزونتال سيلز وفي اماكراين سيلز كمان، يعني في هوريزونتال من ضمن السيلز بتاعت الريتنا هوريزونتال سيلز واماكراين، مش هنجيب سيره الاماكراين دي خالص، انما الهوريزونتال دي هنجيب سيرتها.
وما دول مش موتور ريسبتورز ولا ولا دي نيورونز، نوع من انواع النيورونز يعني. الاماكراين سيل دي للاسف الهوريزونتال سيل دي لما تفرز جابة تعمل بي انهيبيشن، تعمل انهيبيشن. الانهيبيشن ده انهبت لاترال، يعمل لاترال انهيبيشن للسراوندنج نيورون، للسراوندنجز عشان الشاركنس اوف فيجن. يعني دلوقتي انت ماشي، تعال تعال لي هنا. دي نقطة شفتها زي نقطة واحدة، لأن النقطة دي ده سطر من الكونز في العين، وكل كون متوصل بثلاثة نيورونز للكورتكس، وادي الكورتكس اهي وفيها كورتيكال نيورونز. فانت شفتها لانها عملت استيميوليشن لكون واحد، اللي عمل استيميوليشن لكورتيكال نيورون واحد. بلاش دي. لو في خدتوا عمل بتاع سي اس صح؟ خدتوا كومباس اللي هو ديسكريميشن، التو بوينت ديسكريميشن تيست ده. تعال اهو، تعال التو بوينت ديسكريميشن اهو. ادي سنه من الكامبس، وادي سنه ثانيه من الكامبس، ودي الريسبتورز اللي هتستقبلهم. فلازم يبقى في اثنين استيميوليتد ريسبتورز بينهم على الاقل واحد، عشان يعملوا استيميوليشن لاثنين كورتيكال نيورون زي نيورون ما بينهم على الاقل واحد كده. والا لو حصل، لو عملت سيميليشن لاثنين كورتيكال نيورونز جنب بعض تحسها كشكه واحده صح؟ نفس حكايه الفيجن. دي نقطه واحده، دول نقطتين، لازم نقطتين يستيميليت اثنين كورتيكال، اثنين كورتيكال وبينهم على الاقل واحد انا استيميليت. ما هو ده انت مش عندك في قياس النظر في التشارتس اللي اسمها سنيرلين تشارتس، بتبقى بروكن سي، مش تبقى حرف سي كده، تعرف الفتحه دي منين؟ يمين شمال فوق تحت صح؟ صح. طب ما دي معتمده على كده، لان ده دي نقطه ودي نقطه، هيستيميوليت واحد كون وواحد كون وبينهم واحد اتليست ما هوش استيميوليتد، عشان يستيميوليت واحد كورتيكال نيورون واحد كورتيكال نيورون وبينهم على الاقل واحد مش استيميوليتد صح؟ ما هو ده فكره اللاندورت تشارت، اسمها لاندورت تشارت اللي بتاع العلامه بتاع قياس النظر دي، اسمها لاندورت تشارت. فهنا دي بقى اللاترال انهيبيشن ده مع البص يا ابني، لما تبقى نقطه واحده انت عايز هتشوفها نقطة واحدة ليه بقى؟ لأن النيورونز ده هي بقى اللي هي الهوريزونتال سيلز دي بتعمل لك انهبيشن، هي بتستيميوليت ده اللي هيشغل ده، اللي هيشغل ده صح؟ وانهبت اللي على اليمين واللي على الشمال، دي اسمها هوريزونتال سيلز اللي بتنهبت اللي على اليمين وعلى الشمال، تخليهم يعملوا ايه؟ انهبيتد اسمهم لاترال سيلز، هوريزونتال سيلز عشان تقلبوا لاترال انهبيشن. يبقى احنا كده قلنا فهمنا الميكانيزم اوف، خلي بالك خلينا نرجع تاني، نرجع هنا 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 هنا. لا ده اتريست، اتريست يعني ايه؟ هايل يا ابني، هايل. انت اسمك ايه؟ هايل. اسمك ايه؟ الريست بالنسبه لاي ريسبتور هي غياب الاستيمولس، فبالنسبه للعين الاستيمولس ايه؟ الضوء. يبقى الريست بتاعها دارك، هايل. يبقى ديورنج ريست يعني في الضلمه، يبقى صوديوم داخل من التشالنج اللي هي مفتوحه بالسايكليك جي ام بي وخارج بالبمب وشغال داخل كارنت. الكارنت ده اسمه دارك كارنت، دارك كارنت. ممكن اجيبه لكم سؤال في الام سي كيو، ايه هو الدارك كارنت؟ هو الكارنت بتاع الصوديوم طبعا، بس انا مش هجيبه، بس انا عشان ما تبقوش ماشي. اسمه دارك كارنت، دارك لانه في الضلمه، ايه ريسبتور مش استيميليت. طب لما يحصل استيميليشن بقى ده كان ال، طيب يبقى احنا قلنا كده اورجانيزيشن والدوبليسيتي. احنا ما جبناش تحت الدوبليسيتي، وجينا على ده على طول على طول على طول، وسيجنال ترانسميشن والوقت خلاص. طب عندكم حاجه دلوقتي ولا ما عندكمش؟ عندكم ايه؟ عملت سيرجيو محاضره. طيب معانا المحاضره الجايه امتى؟ ما كملتش اللي انا عايزه، لان انا قلت لكم شرحت الاول الفيجوال باث واي بتاع اللي ما كانش المفروض انا شرحته. المحاضره الجايه امتى؟ يوم الاربعاء باين؟ ولا بكره؟
بكره طيب الورق مع زميلكم. السلام عليكم.